وإنما هي جماعة قديمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يعلق قلبه بإحدى فتيات المسلمين وهي من إحدى قريباته وهو ينوي الزواج بها مستقبلا؟ لا ينبغي للإنسان وبالأخص طالب العلم، لا ينبغي له أن يعلق قلبه بفتاة معينة ويعني يظل دائما يفكر فيها، وإنما يسأل الله عز وجل أن يجعل يعني رزقه ويعني ما كتبه له من زواج أن يكون له فيه الخير، ويكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أحسن. لأن التعلق القلبي على ما يقولون الذي يصل إلى العشق، هذا ربما يؤدي إلى مصائب، ونسأل الله العفو والعافية. نعم.